هل تعلم تقع شلالات إيغواسو على الحدود بين الأرجنتين والبرازيل؟ تضم الأراضي الأرجنتينية ثلثي الشلالات، هي موقع طبيعي مثير للدهشة، وتعد الشلالات الأكثر جمالاً في العالم. تشكلت هذه الشلالات نتيجة حدوث انفجار بركاني خلف شرخاً كبيراً في الأرض منذ آلاف السنين، ويعد نهر إيغواسو المغذي الرئيسي للشلالات، وحيث تلتقي الأرجنتين بالبرازيل تتساقط سلسلة من الشلالات فوق هلال من الجروف نحو خانق ضيق في لجة من الرغوة والزبد. يلقي نهر إيغواسو بنفسه من فوق حافة هضبة بارنا إلى الخانق في الأسفل مطلقا سحبا من الرذاذ لتبقى معلقة عاليا فوق الشلالات، وتبدو ألوان قوس قزح الزاهية مفعمة بالحيوية فوق الغلالة الضبابية حينما تتغلغل أشعة الشمس داخل سحب الرذاذ. هل تعلم أيضا نهر كانو كريستيال؟ يقع هذا النهر في كولومبيا ويدعى أيضا النهر ذو الألوان الخمسة، يعد النهر الأكثر جمالا في العالم. الغريب في هذا النهر أنه طيلة أيام السنة يكون نهرا عاديا كغيره من الأنهار، ولكن في إحدى أشهر السنة تبدأ هذه الألوان الخلابة بالظهور على سطحه لتعطيه روعة وجمالا في المنظر. فعند الانتقال بين المواسم الرطبة والجافة ينخفض مستوى المياه في النهر، فتتسلط أشعة الشمس لتدفئة الطحالب التي تقع في قاع النهر، وهذا الدفء يؤدي إلى النمو الهائل للطحالب لتزهر وتكبر بألوانها الخلابة. وكل هذا يحدث لبضعة أسابيع من السنة بين شهري أيلول وتشرين الثاني. هل تعلم أخيراً هناك أنواع عديدة من طيور الجنة التي يمكن العثور عليها في الغابات الاستوائية المطيرة في جنوب شرق آسيا، وبخاصة في أدغال إندونيسيا وغينيا الجديدة؟ تعتبر هذه الطيور من أجمل الطيور، وذلك لتميزها بمجموعة جميلة من الريش. فذكور طيور الجنة لها ألوان متعددة والتي تتراوح بين الأحمر والأصفر والأخضر، وهذه الألوان الزاهية لطيور الجنة كانت هدفاً قيماً للصيادين ولرجال القبائل، حيث كانوا يستخدمون الريش الملون في صناعة الملابس والأزياء، وتتميز أيضاً بصوتها الجميل وحركاتها التي تدل على عظمة الخالق.